مطلوب المزيد من الصمود، المزيد من الوحدة، الجدية والمثابرة حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة وإخراج الشيخ أو سجنه أو تبعيده أو إسقاط جنسيته لن يغير من الواقع شيئا. فنحن حسينيون نسير على هدي أبي عبد الله الحسين الذي قال: هيهات 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 من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. وآخر كلمة نقولها إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطات آل خليفة إنما هي بداية النهاية للعد التدريجي والتنازلي لزوال هذا النظام بإذن الله، والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.